أبونا مروان، شو الرابط أو القوات المشتركة بالحج بين لبنان ودغوريا؟ يعني مسمع الأبيوزو بيقول إنه أنتم جايين من وطن القداسي، وادي القديسين عندكم النساك الأب أنطونس شينا، الأب الحبيس أنطونس طرباي، يعني بيقولوا إنه أنتم جايين من بلد القداسي وأنتم علامة فرع ودائما معكم كهنة وهيك. هذا كلام خاص للتريوزو. إجا زار بلدنا من كم سنة ورجع كثير متأثر بحياة المسيحية بهالبلد، الحرب اللي عانيناها، وفي شيء قاسم مشترك نحن وياهن، اثنيناتنا شعب اضطهد من اجل ايمانه. تاريخنا كثير بيشبه بعضه نحن وشعبهم، مشان هيك لما بيشوفونا وتعرفوا على تاريخنا بحنوا كثير للبنانيه. بذات الوقت قد ما صار في رحلات حج من لبنان الى هالمكان، تعرفوا اكثر واكثر على الشعب اللبناني، على عمقه بالايمان، على التزامه بالكنيسه وعلى دفاعه لايمانه. كمان خلقت روابط قوية، وبذات الوقت بيريوزو عند مزار وادي القديسين رجع بصورة مغايرة كليا. تعرف الإعلام اليوم له حق كبير بإصدار صورة عن المكان. للأسف لبنان معروف كان بسنين كثيرة بلد إرهاب وحرب، لكن قليل اللي وصلوا عنه إنه بلد قداسي وبلد بحب العذراء وبلد مريمي. لما إجا لهون هالكاهن اكتشف قيمة هالبلد وسر شعبه، رجع يخبر ويحكي قدام كثير شعوب، وانا حاضره كذا مره قدام شعوب اوروبيه كيف بخبر عن لبنان والايمان اللي موجود فيه. يعني هذه المفخره، هذه بدايه عنصره جديده، يعني انه تجمع كل الشعوب بكل بقعة الارض. انا بدي كفي تفضل كمان ما صدر عن ميدوغوريا، ما ننسى قد ايه في جروبات صلاه تشكلت بالعالم وبلبنان عن ميدوغوريا، نبعت من وحالات الحج الى ميدوغوريا. قديه في رعايا بالعالم وبلبنان بتعمل البروجرام يلي بس مش معناتها بروجرام مغير عن بغير البروجرامات، لكن عم ننقل هالروحانيه اللي عم نعيشها هونيك ونلتزم فيها ببرنامج ثابت برعايانا وبموافقه الكهنه والاسافه. بلبنان اذا بدي اعدد قديه في رعايا بعيشوا هالبرنامج، القداس منه شيء عابر، القداس هو منحضر له بصلوات المسبحة وبتأملات، وبعدين منعيشه مع كلمة روحية، وبالآخر مش إنه الأبونا عطل كانت الناس صارت برا، منقعد ومنشكره ليسوع، منعرضه منقول له مرسي على هالذبيحة يلي منحنا إياها. بتشوف مش عم بخلق برنامج جديد بالرعية، إنما عم رده إيماني، هالإيمان الأساسي مش إيمان يلي راكد وكل شيء بده اياه بسرعه وما معي وقت واعطيها هالقد وقت ليسوع. عم بياخذ وقتي مع الله، وهالشيء ما بده قدره، بده نعمه، بده نعمه. يعني الناس كنا قبل نختبره، ولك بتقعد نص ساعه بالكنيسه بتلاقيهم يتأففوا بلشوا يقحوا بدهم يفلوا. اليوم بنقعد ببروجرام صلاه نحن وياهم وقدس ثلاث ساعات واربع ساعات، وبتلاقي العالم ما بدها تفل. نعمه. طيب شو اللي عم بيخليها تقعد طيلة هالوقت؟ بعدين بميديغوريا بالرعية قداي في حركات اجتماعية نشأت من هالمكان، السناك لتأهيل المتعاطين بالمدنيين، قرية الأم يلي بتتعاطى مع اليتامى، الرهبانيات تأسست هونيك بموافقة الفاتيكان، لأن حكى كلام إنه تأسست الرهبانيات بعدم موافقة الأسقف في المكان والفاتيكان. هذا الكلام مش مظبوط، ما في رهبنه بتقدر تتاسس بدون موافقه السلطه العليا في الكنيسه. ما بتكون رهبنه ساعتها، من الوزيس للبياتيتود الموجوده هونيك لرهبان الفرنسيسكان، ل قد ايه في جمعيات كمان صدرت عن هالمكان وتاثرت بروحانيه العذراء. عديك انا بدي فوت على رهبنتي. اليوم الرهبنه المريميه صار عندنا نحن بالرهبنه ست دعوات من ميديغوريا. ثمرة الحج صار عندنا ست دعوات. امبارح دعوه منهم فرير إليا بيعاد ارتسم شديق، وهو على باب الكهنوت رح يصير. الدعوة هذه مين بيعطيها؟ الدعوة ما بتجي من شر وما بتجي تحميسي أو هلوسي، بتجي فعلا ثمار الدعوة هي ثمار عمل الروح القدس. هاي دعوات رحلات الحج إلى ميديغوريا، هذه ميرسي العذراء لرهبانتنا. أنا هيك بقراها، هالمرسي عم تقلنا اياها العذراء، لان رهبانتنا دخلت بكثافه بقوه برحلات الحج، مثل كانه العذراء عم تقلنا مرسي بعتتنا هالست دعوات، معناتها هو ست كهنه للمستقبل بكره. نعم. متاثرين بهالرحله الحج اللي راحوا فيها، رجعوا
بسؤالات وتوضحت بعد فترة ودخلوا إلى الرهبنة، واليوم هن أكثريتهم نادرين. إن شاء الله ربنا يكمل معهم. أبونا مروان بالختام بس في شغلة، إنه هون لازم ممكن نحن نكون حذرين عن كل المصادر بتطلع على الإنترنت، أو من حوالي الشهر صار في نوع من ترويج مساج نسب إلى إيفان أو ماريا بمنغوفيا، وهو كان يعني عاري عن الصح. عمل نوع من الرعب بين الناس إنه يصير حرب عالمية ثالثة ونسب للعذراء. هالاشياء الخطره اللي بتصير من وراء تحميسه بعض الاشخاص، ما تصور قد ايه بتضر بالكنيسه، قد ايه بتضر بالمؤمنين، وقد ايه بتعمل حالات هلع. لان في اشخاص للاسف بتعرف هيدي خطيه مميته. الاشخاص اللي بيسوقوا كلمات بينسبوها للكنيسه او للقديسين وبتبقى عاريه عن الصحه، هذا خطا مميت. شهاده زور يعني. شهاده زور تحدث بلبله وممكن تأثر كتير على إيمان أشخاص ضعاف، تضيع لهم إيمانهم وتعيشهم بقلق وخوف، تعملهم عقد. خاصة ساعة اللي يكون عندي محبة كبيرة للعذراء وبتنصب كلام وبتعرف مثلا نقطة ضعف هي العذراء، بقرأ أنا العذراء قايلة هيك من ديغوريه، هذا كلام كتير بضر. أنا هون كمان عن التلفزيون بنقول إنه من خلال هالبرنامج هالرسالة عارية عن الصحة، ما خاصة بميديغوريه اللي بتبشر بحرب عالمية ثالثة، مش العذراء أبدا، أصلا جاي 25 سنة إلى بتظهر على هالأرض، مش تتبشرني بالحرب، تتبشرني بالسلام حتى تنهي الحرب. ويا ريتنا عم نسمع لها أكثر ونفتح لها قلبنا أكثر، تكانت من زمان خلت أرضنا تصير سما. بنهاية حديثنا يمكن صار الوقت ما بعرف، أنا بدي أقول العذراء إلى 25 سنة عم تظهر هونيك. بحترم كل شخص ما بده يصدق، بس رجا خاص مثل ما انا بحتفظ بموقفي وبعلن شهاده خاصه فيي ما بلزم كنيستي فيها، ما يجرح كرامات ملايين الاشخاص والكهنه زارت هالمكان وعاشت اختبارات حلوه، ما يجرح كراماتهم. بده يعلن موقفه، يعلنه ويقول هذا موقف الخاص، ما يتسلح بقانون بالكنيسه. انا بقول بعد 25 سنه العذراء ظهرت، اختبرت، انا بترك الكلمه النهائيه للكنيسه بدل ما اقول لها ميرسي للعذراء. كل ما صدر عن هالمكان ما كان الا رساله سلام. عيب القط وشهر فيها، حرام، وضيع كثير من النفوس اللي راحت واختبرت هونيك ورجعت بنعم كبيره، ضيع لها ايمانها هيك لان انا عندي فكره بدي اسوقها. استعمل قانون الكنيسه. الكنيسه تنهي لا تمنع من إقامة رحلات إلى ميديغوريا، لا تمنع كل شيء عم يصدر عن ميديغوريا. في أصوات سلبية بالكنيسة عن هالمكان، لكن الأصوات الإيجابية أكثر بكثير. بننطر نحن تتقول الكنيسة الكلمة النهائية، لكن بهالوقت ما بتمنعنا الكنيسة كمؤمنين وكهنة إنه نروح نخبر هونيك. هيدي بشهادة الفاتيكان إنه نحن الكهنة نرافق الحجاج، والحجاج يروحوا يختبروا رحلة الحج إلى هالمكان المريمي. بختام هاللقاء أبونا مروان خوري بنشكرك، وتبقى ميدجورية هي علامة تحول وارتداد، برأي الكنيسة مكان صلاة تؤذن عبادة فيه والحج بات معترف به. شكرا. ربنا يبارك.